اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شوت في. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من تعاونيات المعروفه بالمنصور نواحي القنيطره، كيف ما كتشاهدوا معنا الام والاب المحروقين على الاب ديالهم اللي كيبلغ العمر ديالو 28 سنه، اللي مريض نفسي. هذه واحد 18 اليوم تعرض للاعتداء، من بعدها عن طرف ديال جوج اشخاص، من بعد منها مع الاسف كيف ما كتقول الام ولدي مرضاش، وهذوك الجوج اللي تعرضوا له ضربوه وعطوه في الاول عطوه الكل في يدو. من بعد منها يومين من بعد منها بالمباشره عطى الراس ومشى. غنسمعوا هذه القصه الصادمه واللي هي خطيره، غنعرفوا مجموعه الحوايج من عند الام ديالو من عند الاب ديالو اللي محروقين عليه. كيقولوا حنا ما كاينين، ما كنشربوا ما كناكلوا ما والو، بغينا نعرفوا ولدنا حي ولا ميت. لاله مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر، ومرحبا بكل متابعين ومتابعات قناه شوفتي في قناه الشعب. كنتمنى منكم انكم تبارطاجوا لنا كتصح تبارطاجا. الشريفه تكلم بالاسم ديالك نجي. لاله نجي مرحبا بك معنا. لاله نجي تفضلي قولي لنا الواقعه كيفاش وقعت. تفضلي. ولدي مريض مرض نفساني وخرج وكيجي للدار، ما كيسقاش بدارهم ما كيسقاش فيا، وانا ما كنتش انا بالدار ما كيجي بالراحه. خرج تعرضوا له الدراري طيب، حرشوا عليه الكلب شابوليس، عضوه من ليدو جوج عضات كبار وضربنه في خاطر. قعد معايا هذيك اليومين نهار السبت، ما عرفتش واش فين رجع، ما عرفتش واش فين مشى. هي هذيك مشى بحالو نهار 13 في الشهر، نهار عشرة في الشهر، أول ما عضوه نهار 8، نهار 8 عضوه، نهار 18 8 في الشهر. دابا نهار 10 ما عرفتش واش فين مشى. نعم لا بغيت نسولك. نعم تفضلي كملي. كملي. هي هذيك دابا ماما دي ما كيديني نعاس، لا انا ولا بناتي ولا خوتو ولا بواه، ما كيدينا نعاس، ما كناكلو ما كطيب علينا، ما عرفنا ميت ما عرفنا حي، ما عرفتو فينا بلاصه. دابا انا مزوقه في الله وفي الشاشه تسمح ان هاد شفتي ديالي، نعرف ولدي فين مشى، واش ميت ولا حي. الا كان ميت يجيبوا لي، الا كان حي يجيبوا لي، ما عرفتش واش فين خلاص. واخا شحال هو مريض نفسانيا، واش مر كيتعرض لاعتداءات ولا اول مره ولا كيفاش؟ لا عمره ما كيضرب، ما كيخاصم، ما كيصوت، ما كيدير حتى شي حاجه، صافي يدخل ويخرج مع حالو، صافي يقدر ياكل كياكل، ما يقدرش ياكل ما ياكلش، ما ياكلش يومين ثلاث ايام ما ياكلش، صافي. الدواء كنشربو له، يشرب الدواء كاين على شويه ويولي يخرج برا، يخرج ما كيعطش ويولي يرجع للدار، ما يضرب ما يخاصم ما ينهض ما يدير حتى شي حاجه. تتصلو بيه هاد الكلاب، ولينا هاد الكلاب عضو الكلب من ليدو وصوتوه تما يومين ما بين الموت، صافي حتى لا شي رجع. واخا بغيت نسولك لاله، شنو كان باش جا شنو قال لك لاله؟ جاب لي يدو عامله دم، ما نراقب عليه ندير طبيب ولا ندير فيه، ما كيدخل وكيخرج ما كيتشد، ماشي تشد تشديدية كاع. نعم صافي. واخا شنو كان لابس باش نهار اللي اختفى؟ شنو كان لابس لاله؟ وما عرفش اختفى. لابس ليبا ولبس شورت لوكاسي فوق، ولبس تريكو مسكم ابيض بالكحل مسكم من تحت، لبس قميص زرقاء من فوق مسكم، وتريكو بودي بكمو. ودمع شي ساك ولا ما دمعتش؟ دمع الساك، الساك راه خاو، التليفون في ليدو، الساك فيه غير شارجو. نعم صافي. حاولتي انكم تتصلوا به في التليفون؟ واه كاينش تليفون، ما كيجاوبش، ما كاينش. شنو ما كاينش؟ ما تيلونو كان نتصاوبني وما كيشدلوش، ما كيشدلناش. نعم صافي صونا هنا وعيينا، انا بنفسي كلشي 100 تعيط وانا نعيط نصاوب، والو باه كواك، خوه كواك، ختوه كواك، والو العائله، والو النمره ديالو فرقنا على العائله اي في اي بلاصه، كتصاوبني له والو ما كاينش. عمرو اختفى؟ لا ماما مختفى. عمرو ما يخرجش من عندي، ما يخرجش، ما كيسخاش، ما يسخاش بالدار، ما يسخاش،
يخرج عدوي واللي يرجع يخرج واللي يرجع أقارب. تالاخر مناهية هي مني خرجت خرجة باش يحاول عيجي جامع دور صافي من تم هز عصاك وزير وخنا مثلا الاب ديالو. السلام عليكم سيدي. السلام. مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. كرمي كل الله يخليك. طيب عاودنا سيدي القصة من الاول حتى الاخر، لان كنشوفوا حتى الام ديالو كنشوفوها انها منهاره والحاله ديالها النفسيه الله اللي عين بها كتقول انني ولدي ما عرفاش كيفاش داير كيفاش حالته. تفضل سيدي. سيدي الدري مسكين راه قاري، راه عنده ديبلوم داتريسيان وعنده بيرمي وبخير وعلى خير وما خطر في شي حاجه، ما كاينش المحال ديالهم ما كاينش اللي خاصها كضروا فيها، راه ما دارت حتى شي حاجه من اي حاجه من عندنا. كاين مرض مؤخرا نفساني شي شويه، كنعطيو الدواء ديالو كيشربو كيخرج يمشي نيشان يمشي نيشان كيتعدى لحد ليويش، كلشي كيقبلو كلشي كيبغيه. دري صح زوين، تسول على اي واحد يقول لك دري راه دقيق، كيمشي ما كيدخل ما كيبغي لا مشاكل ديك اللي خليك، كيمشي مع الطريق نيشان يولي نيشان كيسخاش بخيمتو كيمشي كيرجع بسرعه للمحل، يفطر يتغدى كيتصلي كيقعد المحل كيقلط كيمشي شي طريق كيشد طريق بقيتو مغاير. هذيك العشية نهار 8 شهر 9 الخميس يوم الخميس مع العشية غادي طالع كيطلع لواحد الروضة تما بها واحد السيد كيطلع لتما ديس داو شي دراري داو لوحو عليه الحجر اي ما رضاش بيهم بينا هو ما دخل سوق راسو مشاو لقاو عليه كلب بوليسي كبير طلبوا عليه كلب جاني يشدو عضو من يدي يشدو من يدي لعبوا ليه هما بداو يقتلو بالدري كيخبطو فيه طحنو ردو زرق فرعلو الكلب ليدي دري قعد معانا اليوم الجمعة درنا له داك الدواء العادي بين ما عندناش فلوس باش نمشيو نجريو بيه وهذا راه ما الله يكون في العون. مشينا قلنا نديرو له الدواء ديرو القطرة ديرو ديك بيطادين درنا له داك الدواء مفروز قلنا لا حق الاثنين نمشيو نبيعو وندبرو على الفلوس ونمشيو ندوزو للدري نشوفوه مالو على هاد شنو اللي عندو الكلب حتى المسمو ما تاكلش. دري نهار السبت مع العشية اختفى ما كيناش شفناه اليوم هذا دابا ما عرفناه ميت ما عرفناه حي حنا محروق عليه سي علاش لا ميت عيب الخاطر وحي ما تعرفو ناس ما تعرفو قطيع لي الشتا ما تعرفو راقد ما تعرفو طيح في واد كيفاش تتنعس ولدك قطيع لي الشتا او ميت او مريض او بالجوع او عريان او مغوفل او موسخ او الحالة ما يبغيهاش الانسان مسمخو ما يبغيهاش الانسان مسمخو رحنا في حالة لا يتولاها. دابا الله يرحم والدين من اخوانا المسلمين المغاربة كافة اجمعين يتعاونوا معنا الله يرحم لهم الوالدين الله يجازيهم بخير الله يكثر خيرهم الله يرحم والديهم. الشرطة المحلية ولا ناس ولا كل من هو مسلم فوق أرض المغرب الله يرحم الوالدين يتعاونوا معنا على هاد الدري راه حرقنا بزاف راه قاري راه بديبلوم ديالو راه ما خاصو حتى شي حاجة راه دريوي ما كيغير حتى شي واحد راه داخل سوق راسو الله يرحم الوالدين اللي شافو راه ما ولا أدواني لا والو راه دريويش ودابا اللي شافو الله يرحم الوالدين الله يجازيه بخير الله يكثر خيره. واخا بغيت نسولك الله يخليك بالنسبة لرسالتك للابن ديالك شو السمية ديالو وشنو الكنية وشاف عمرو؟ الاسم ديالو سيدي اسماعيل بن محمد حمادة الاسم ديالو اسماعيل حمادة العمر ديالو 28 سنة المهنة ديالو راه كريستيان هو يا عنده البيرمي ديالو. شنو كتقول الناس اللي شافو واللي تعرفوا عليه؟ اللي شافوا اللي تعرف عليه الله يرحم والديهم الله يجازيهم بخير الله يكثر خيرهم الله يعطيهم الصحة يتصلوا بهاد النمرة اللي في الشاشة أو اللي يتصلوا بالدوزان الله يكثر خيرهم. شوف كيفي ولا بهاد النمرة هادي الله يرحمهم ولا رقم هذا الرقم هذا الله يرحمهم شحال هو قول 06 70 97 60 90 الله يرحم الوالدين. الأم ديال مرا 06 70 97 60 90 الله يرحم لكم اخويا الوالدين. شنو لا اعطيني الميكرو شنو كتقولي للابن ديالك واللي شافو شنو كتقولي للابن ديالك الا كان كيشوف هذا اللي شاف هذا الدري ديالو هذا الشاب ديالي هذا الولد ديالي ماشي تاع خسارة ماشي تاع الدوزة اللي شاف عليه شي معلومات يعلم الشاشة ويعلم هاد النمرة الله يرحم الوالدين
Sa connexion internet n'est pas stable actuellement. قول الرقم. الرقم ديال التليفون. التليفون 06 70 97 60 90. اذا كيف مرحبا الوالدين. يعني كيف ما كتابعوا معنا متابعين الافاضل، فهاد العائله محروقه الابن ديالها اللي هو الاسم ديالو كي اسماعيل حماده. اسماعيل حماده اللي كيبلغ العمر ديالو 28 سنه، اللي اختفى تقريبا هذه 16 يوم باش اختفى. فالعائله ديالو كتحمق عليهم كتقول له اولدي الا كان الا كتشوفنا او اي شخص كيعرف تعرف عليه يتصل بالرقم على الصندوق في صندوق الوصف. ايضا الرقم ديالو هو 07 70 90 97 90. ارات ديال التصويره. إذن هذا هو الصورة ديال هاد الشاب. أنا مشوية عليك أولدي، أنا محروقة عليك أولدي بزاف. راه تا وليدي عارفني عزيز عليك أولدي وتا عزيز عليا. إذن شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء، نتلاقاو في لايف آخر. كنتمنى منكم أنكم تبارطاجيو، وما تنساوش إلى اللقاء في لايف آخر إن شاء الله.